الدوليات تبع الحرب الجماعيه دي مزال معاك في هذا الزمن تقنية كذلك اللي حكينا فيها مجموعة ديال الطلبات فيها الوضوح فيها الطريق فيها كذا اللي تقريبا وصلنا ل 85 مليون ديال الدرهم يعني 8500 كنطلبوا الله سبحانه وتعالى مع وزارة الداخلية باسم الجماعات المحلية وافقنا على هذه اتفاقية الشراكة فيها ثلاثة ديال الدرهم مجموعة فيهم وبيتهم هذا الشيء اللي درنا غير في الأسبوع ولكن هذا الملتمس شيء مهم كيمشي حيت كاين واحد البرنامج اسمه البروغرام ناسيونال داسينيزمون كذا كاين يمول المشاريع في المدن بطبيعة الحال حنا كل شيء متطلبات عندنا الدراسة دراسة ديال وتنجز واحد الماسي وباقي واحد الماسي في الليل كنشكر الإخوان اللي تخدموا هاد النقطة وهنا باش غادي نناقشوا فيها إلا أننا كنطلبوا الجهات المالية باش نستافدوا حتى حنا كذلك من البرنامج الوطني ديال التأهيل السريع والمعالجة ديال المياه العديمة لا تمشي في داخل السبب هذا تفضل يا كلاسيك يا سلام تفضل اذا احنا مش مضروطه على جمع خطر على هذا الشيء بدلا جمع لي خطر يكون لا تشحال هذا شحال هذه احنا دابا بغيت على 6 سنوات 9 سنوات الى غير 5 حتى دابا احنا غير ولد الحرب جمع الخطر ديتنا الموعد مع السي جوني قسم العام لا درنا والو تمشي من جهه لا تاخذ والو كل شيء هنا لا تبع اي نقطه صرت العضله كيلاحظوا عليها كيديروا احنا نوصلوا النقطه المهمه اللي هي نقطه المعارضه المشروع اللي غادي ما نديروش بالمنافع اصلا واضحه راه الناس عارفين الناس عارفين الجهه ما قالت ما رسمناها كيبان رسمنا كنقول وزارة الداخلية رسم وزارة الداخلية رسم الجمال عندي واحد 20 مراسلة تاع التنقيب ولا دابا ولا لا ما درناش تسمى ما سيقناش باش ندخلوا لنا كي نشوفوا الزرقاء الجديدة هو هذا حطوا لي من فات حنا ما حطيناش سيد الرئيس حنا ما لاحظناش على هذا الشيء لو كان لاحظنا كاين المسؤول اللي قال لي واش حكينا شي حاجه مسؤول النائب لا ما نقولوه قال واش حكينا شي حاجه ما عطيناكمش قسم بالله العلي العظيم يا ما بغيتش ما غير فهم لك سيد الرئيس اسمع قال لك مسؤول مسؤول سيد الرئيس مسؤول لا تسمع على التجاره بتاعك مسؤول شكون اللي لاحظ على الناس الفقراء ما كاينش اللي لاحظ عليهم سيد الرئيس والله العظيم النقطة ديالك الساعة اللي أنا بعدها. أنا بعدها. أنا قال لي واش عطيتو شي حاجة وما عطيتهالكمش. شوف 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 شوف
حسب الناس كي كاس العالم وكاين الدول خصها واحد الميزانيه كبيره ضخمه لهاد البنيه التحتيه، كنتمناو حنا ونترجاو يكون حقنا حنا في ديك التنميه اللي غادي تكون ديال هاد الدول الحاضرة. ستريس لا يقدر يكون حنا بوردو ونجيو لبعض الحاضر والبحر بزاف ولا بزاف ستريس، حنا في الوقت سيد الساعه على ستريس باش نحطو مع التجزئه ديال الاعلام تاع لا ما عنديش واضحه صراحه ما عنديش واضحة أصلا، ما عنديش الحين الجزئة اللي هذا أصلا بس حتى المدرسة القرى ما كاينش واضحة أصلا، خصنا لينيا لا بانت عندنا ما خصكش تراشي هاد الجزء هذا شو جبت هذا راه مؤسسة علمية أصلا بس ابتدائية ديال الناس اللي ما عندهاش واضحة ديال المدرسة أصلا بس هذا راه مركز هذا أصلا بس هو الساعة اللي إن شاء الله أحمر عليك بس مدرسة في الأولى إن شاء الله خصنا ليش نقوم ولا وما يلوش نتحول إذا هنا فيما يخص هذه النقطة هي غادي نقول فيها هو المدرس هذا لا بي ان اللي راكم حاطين هنا هي المصلحة الكبيرة ديال هي السائلة اللي كاينة في الوزارة التعليمية ديال الأمن المتماسك حنا عندنا المحطة خصنا نمشيو لسيدي الرئيس نحكم بلا عندنا كان المتماسك بزاف في الناس اللي بغيتي نهضر غادي حنا حاليا عندنا المحطة ماشي ما كاينش كاين المحطة ديال هي السائلة كاين بعض الشباب شي ما كاين كاع والو ولكن خصنا التعليم ديال اهل المدينه نمشيو في هذا الاطار شي ما عندناش كاع ولا ما دارتش محطه ولا كاين دابا خصنا الاحياء اللي ما عندهاش واضحه خصنا نزادو عليه باش نجيبو لها درنا عيد المدرسه تكلمنا مع الناس المهمين سمعنا اخبار درنا لقاء مع المدير عبد الطاهر ولا هذا من عبد الطاهر اللي كان مشيت مشيت للطلبه ولا مع المدير جيت معايا وفد ديال البرلماني ودافع عليها وعطانا وعود بلي راه مبرمجي كاع بحال هكذا ودابا مزيان لو عاودتي نحكم مزيان تعرفوا كاملين ماشي انا جا الواد حمد وما تحكمش نديروش يعني ماشي لهاد الطريقه خصنا نتناقشوا بيناتنا وعاودتي دابا راه حنا كندافعوا على بيناتنا بيننا راه كاع كاين السي ما عندوش واضح دايما والطريقه ديال موسى ما عندوش واضح والطريقه باقي له مصير ديالي حسن ما عندوش حتى ميدو كاملين هم مشترك ماشي زعما انت امين واحد لا 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 اسمع لي تهي الحضاري المكاني علاش ما دار تما غير 100 مليون ولا 200 مليون ديالهم هما ما عندهم تما ما عندهم حتى شي حاجه تما خسار تقسينا لا تهي الحضاري 10 مليون الشوط الاول لا الشوط الثاني وكاين كاين الاتفاقيات الاتفاقية فيها راه كاين الاتفاقيات ما شفناهاش فيها سبعه احياء خمسه تخدموا وكاين فيها حي واحد او جوج ها؟ لا الاتفاقية فيها سلعة يعني الهيكلة ها؟ يعني الهيكلة هي سلعة ولكن هي خمسة خدمة هي قوة ولاد محن حي الحوسني بالعيسى كاين مثلا المستوى عندهم لا اللي بقوا ديال ولي السنة بقى حي ولاد محن حي ولاد سيدي بن عيسى ولاد المحموس سيدي بن عيسى حنا زوج الأحياء المرود ما تقاسنا حتى كذا والأحياء الناقصة ماشي ناقصة 20 ولا 30 صفر هاد الاحياء اربعه الاحياء صفر 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 تجهيز عباد الله ما يمكنش هاد الاحياء ما يشتغلوا هما حتى الحضر ديال سيدنا سنيتو انتوما المدار والدري وشغل طيب مع سيدنا في هاد الانسان سنيتو 10 الاولى 10 من التاليه وعلاش؟ 2009 نعم دابا راه حنا في الشهر الثاني وهاد الناس هذا ما استفدوا علاش ما استفدناش حنا هاد الاحياء هاد الشهر ما استفدنا والو كان غير 200 مليون غير 300 مليون سيد الرئيس السيد الرئيس في الحقيقة لا السيد الرئيس السيد الرئيس المحترم أعطيه شوية الأهمية للسكنة ديال الدريوش الله يجزيكم بخير راه كاينين الناس مش لهم كذا مش الاستعمال مش لهم والله العظيم سيد الرئيس فاجئت انا غير الاختراب 10 مليون ديال الصندوق اللي حسبناها في السياره مفتني حيدتها هذا كاين ولا ما كايناش؟ كاين درنا 10 مليون كاين ولا ما كاينش الجنه برمجناها
وتم ديالها سقطوا عليها حيدتوها انتقلتم للجامعة. سيد الرئيس سيد الملكية ديالي بالمداخلة حيدتوا 10 مليون للسيرة. هاد السيرة سي أحمد السهلي مشى تما عدد مخترق برمجنا السيرة تاع 10 مليون وها وفي التالي ملي ديالنا حيدتوها. علاش حيدتوها؟ الجامعة هنا عندك عادتهم كاين 74 تلمي كانوا عليك السيرة غير السيرة وها حيدتيها 10 مليون حيدتيها قسم بالله العظيم لا حيدتيها حيدتي 10 مليون سيد الرئيس. علاش باش ديرها انا باش فوريا شوف باش ديرها بندورة حيدتي 10 مليون ليا انا ما حضرتش في الدورة حيدتها انا واخا نعم سي هضر انت يا صوتي ما صورناهاش باش لا صوتي تلقي الطريق ما درناهاش نعم تلقي حوايج ما درناهاش حنا ركنا 10 مليون ما كاينش دابا التقنية غادي تشوف شحال دازا من الفضايل لا 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 ما تحبش ساهل جيبوا المحضر اللي داز سيتو لا لا ولكن شي حاجة نعم غادي تشوف يمكن عندك الحق وشكون هي يعني الاحياء اللي دارت لها اعاده الهيكل واللي بقات ما دارت لهاش الدراسه واحد الدراسه السؤال شكون اللي ما كملتلوش يعني الدراسه ولاد محمد سيدي بن عيسى القدس السعادة واحد السعادة جوج أمل الشرقي أمل الغربي سبعة عندهم دراسة سيتو هذو كاين الدراسة كاين الدراسة لا السعادة كيسول من هذه الدار اتفاق التأهيل إعادة تأهيل الأحياء ولا كيفاش قال لك تقصر كاين اتفاقية وتقصر في أحياء الولاد المحافظة سيدي بن عيسى الدراسة ديال إعادة الهيكلة كاين فرق بين التأهيل وإعادة الهيكلة إعادة الهيكلة دراسة تاع واحد الدراسة كيفاش غادي نخرجوا تما الطبقة من الوضع الحولة ولا البنية التحتية كنديروا غير الدراسة كنبينوا الطبقة كنبينوا الشبكات اللي غادي تكون وكنديروا الثمن ديالهم شحال غادي ينقل هذه الدراسة على ضوء الدراسة كدار التأهيل الحضري التأهيل الحضري ديك الوقت راه كنبداو بلو سونتر طبعا كاين اتفاقيات كيبداو بالسونتر والمركز وكيتوسع كاين اللي كاين في المبدا ديال من اللي باقيين دابا اللي ما دارلهمش إعادة الهيكلة هو إسلام وميديسين وكروشي دايم زوج بالنسبة سعد إلى غير السعيد نسوي هو آخر مرة سعيد أخذتي قلت لي راه هما عندهم واحد الدراسة شاملة نعم وقلت لي راه تخدم ما تخدم دابا خصنا غير يبقى بعد عن الآخر لأن هذه هي آخر يعني كلام كنا نتكلم على التطهير السعيد باش نبين لك أن الجماعة دارت واحد الرسالة للسيد رئيس مركز دري واش المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فاش سيفطنا عليك ولا توي كيقول لك لا الاول ديروا الدراسه الحاليه كما قلت انت كتقول خص تكون الدراسه وقال درنا هذه الرساله درناها نهار 7 في شهر 5 شهرين من السيد معاه كنطلبوا من الناس ديال المكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء الطبيعي الحال باش انهم يعطيو لنا شنو باقي في المدينه ديال بلوش يتخدم حيث إذا بقينا كنعتمدوا على الدراسة الأولى فيها 80 مليون درهم وما يضر هي بزاف وماشي هي الأصل اللي خصها تكون خصها يكون أقل صيفنا هذه الرسالة في إطار الاجتماع الذي عقده مجلس جامعة دمشق بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر ماي آخر دورة بتاريخ 7 ماي 2024 والذي تطرق خلاله إلى النقطة المتعلقة بالمصادقة على توجيه ملتمس إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء صالح للشرب قطاع الماء من اجل تحيين دراسه تقنيه المتعلقه بشبكه التطهير السائل للاحياء التي لم يشملها الربط بالشبكه يشرفني ان اتقدم اليكم بهذا الطلب راشدا للعمل على تحقيق رغبه المجلس التي ابان عنها خلال تداولي بهذه النقطه والذي يحدوه الامل في ان يتم اتخاذ التدابير اللازمه من اجل العمل على تشكيل لجنه مشتركه مهمتها تحيين الدراسه التقنيه المتعلقه بشبكه التطهير السائل تستهدف الاحياء التي لم يشملها الربط يعني كل شيء شي كنديرو باش نقصوا الكلفه اللي نطلبوا نجزوا تطهير السعيد ديال مدينه دريوش كامله شي حي ولا جوج وان اعتبار مدينه دريوش قطب الاقليم ويختلقها وادي سلال وواد كرت اللذان تصرف فيهما المياه العادمه ما يتسبب في انتشار الامراض والاوبئه والحشرات إذ أن الغاية من المشروع هو خلق تنمية بيئية مستدامة
وهذا ما يتنافى مع المشروع الحالي الذي تم إنجازه بالمدينة، إذ أنه لم يغطي جميع الأحياء، مما يتسبب في استمرار الوضع السابق وصرف المياه العديمة في الأودية المشاركة. وأن تنزيل مشروع تطهير السائل بالمدينة على أرض الواقع خلف ارتياح لدى الساكنة واستبشروا به خيرا، غير أن هذا التفاؤل بدأ يعني عهدنا وما كملتش، مما يستلزم رب جميع وتحول إلى تشاؤم بعد اكتشافه بأن المشروع لا يغطي جميع أحياء المدينة التي خضعت لعملية تطهير حضاري. مما يستلزم ربط جميع أحيائها بشبكة الصرف الصحي كدابنة أساسية في البنية التحتية للمدينة، بحيث أن مجموعة من الأحياء في المدينة مثل حي وادي سناف ولدان محمو اللذان يخترق مواد كهرباء، هنا غير مثال اللي راه كاين واد كيتلوز، واد كهرباء وادي سناف يعيشان كارثة بيئية نتيجة مياه الصرف الصحي التي تصرف بهما بسبب تواجد مجموعة من خزانات الصرف الصحي التقليدية. الحرب ما بغيتش شي حاجه اخرى، الحرب هو الحاسم. احنا في مشكل كبير. نعم. ضمن كاسات الرئيس توقف مع هذا المجلس هذا باش ندقوا الجهات المسؤوليه، نشوفوا على البيبان ما نبغيش واقفين. انا اعطيتينا الوعود باش ديما نلقى الناس الهامي وما مشيناش. نمشي حتى دابا نمشي. وهذا غادي تقول هذا ما بجلس هذا غادي نمشي للتجاره ديالي. انا غنمشي للتجاره ديالي. شي حاجه ديال القول باش نجتمعوا كامل نديروا اليد في اليد. ونوضوا نخدموا هذه المدينة هذه. هذه المدينة هذه لما نبناش أنا ما تخدمش. غنعيط لك غنعيط للساعة. هكا كتقول للسيد الرئيس، راه عندي هكا. ما غاديش نمشي. نديروا دابا. يلا زيد دابا زيد عيط للساعة. دابا نمشي دابا نفكوا عليهم. ما فهمتيش. أنت نديروا دابا نروح. نديروا كلمة. سيدي قول أنا فوقاش أنا المدينة غنعيط. زيد السي علي من اللي غنمشي لك؟ هو هو اللي مديك عليا. الرئيس والله إلا نعيش إحباط، والله إلا نعيش إحباط، ونعيش يعني واحد إحراج كبير أمام السكينة. والله العظيم يعني لا يعقل أنه هذه النقطة هذه من الولاية الأولى 2015 إلى حدود 2024 تقريبا 10 سنين وحنا كنختاروا. لا المهم غير في الولاية الجديدة الولاية الجديدة. لا يعقل أنه مشروع ديال التأهيل الحضاري يعني الشهر الثاني لم يرى النور بعد. فنقول السيد الرئيس انه 10 مليار سنتيم لا اثر لها في المدينه كيبان لي انا شخصيا اللي كنسال الدريوش ما كيبانليش اثر ديال 10 مليار. الا كان شي واحد يتحدى فيما بين 13 ديال المليار لا عطينا شي اقتراح والله مازال ولا مازال الفلوس ديال التعيين راه كاينه والله ما عرفت. يعني العيب والعار يعني كل دوره نقوم يعني نشدوا هذا الموضوع واضحه. المراسله الاولى ما كاين فيه سيد الرئيس. تبقي شراكه لنا مع الصناع التقليديين باش نحولوا فوقاش راه تبارك الله شي سنين ولا عامين. راه في الرفوف كثر الاوراق مجرى الاوراق كثر ما في الرفوف وصلت مع النبي تموت. ماشي هذا هو العمل اللي نقول سيد الرئيس. حنا كنديروا مداولات نديروا مؤتمر دير هذا شغل تسمح لك. اذا خص الاستراتيجيه ديال العمل تبدل. نعم. يجب يعني كمجلس كمكتب كرئيس ربما كسلطه الى عندها شيء في الامر هذا يعني خصنا نزيد شويه المواتير ديال النظام في هذا الامر هذا يجب ان نستحق والله العظيم يجب ان نستحق هذه الجلسات وهذه الدورات غير كافيه بتاتا باش نكون واضح واحد المواطن يتلقى له دابا قال لك اسيدي وعدني واحد المستشار باش يدوز من واحد الطريقه قداش من طريقه غادي يدوز لك الله يجزيك حنا ما عندنا حتى رسميات ممكن غادي نديرو لها. لو دير السيد الرئيس قلتي مرة ربما اسهل مشروع هو الطرق مثلا طرق التزفيت ولكن الا ما كانش تطهير راه مشكل كبير. اذا خصنا هذا المشكل هذا ديال التطهير نحلوه. عطيني واحد الاقتراح مثلا سي حسن. شنو نديرو؟ السيد الرئيس الكره في يدي. وانا درت لا كيقول لك المراسلين المراسلين كيف حقهم. انا
انا ندير 90 راه ما نديرش ما نديرش الاخر الدوار ما نديروش لا فين زعما شي ما نديروش دوار شنو غنديروا هنا نبقى نقيسوا الشكوات انا السؤال الاقتراح ديالي ما نديروش الدوار باش يسمعونا الصوت تسمعنا الصوت ديالنا اسمح لي باش نقول كيف حنا باش نقولوش لهنايا حيت ما نديروش دوار اش غادي ندير شنو راه داير ونديرو تسول على شي حوايج تابعه اش يتابع وعندنا من الاولويات راه تديها السيد الرئيس يعني اللي راه موديك راه وحنا درنا نحضر في القريه الاثنين درنا الاولويات ديك المره ديال التاهيل الحضاري درنا الاولويات شفتوا لي هذا المستشار هذا الاولويات تاعنا وما ذلك يعني دار توفوا بالوعد وبالعهد ربما كاين الخشوبه كاين هذه سيد 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 جاتنا الله يجزاكم بخير ذكرت يعني المهندس المهندس عفوا سمعت على ذيك سمعت عليه من حموار ديال المدخل واش تاخذ في هذه الدراسه ولا لا؟ الوزن ما هيش الوزن المدخل المدخل كروش عندي ولا ما قارش فهي الجديد السيد المهندس يجي يعني باش وانت تقصير هذه الشد وانت تقصير هذه الشد هذا الله يجزاك واش تاكد من هو يعني هو انا قاعد في الرئيس ودي مشفيس هو الشينا هو سوبر واش فين هو عرسو غادي يستافد الدري وصلوا للحار شامل باش يصير شي 100 مليون ولا 50 مليون لا الفكره هي غتنحيد الدري واش اللي يستافد بصفه عامه زدت فيها يعني يجب ان يتحقق الكلام ماشي هنا تما ولا يوجه الى الرئيس باش ما يتجاوبوا احياء طواني دي شد احد الاحياء هنا خصنا تدفع للدراسه ونجي باش نستافد سكوشيا ونستعرض بالنسبه للانتظار ديال الرئيس الرئيس جد صوت الحرب يعني جد صوت الحرب المشروع الحرب والبهام انا وين كان سب صنوا البلاد ما يخدم باش الناس راه حنا دايرين الدوره جينا نصوتوا ومن بعد خرج من الباب الله يعاون تا الدوره الاخرى شحال من لقاء درنا وشحال من واحد درنا وشحال كان كيتبوع على الناس انا كان كيتبع على انا كذاب انا كذاب اصاحبي انا ولي ما كانش يجمع لي انا الشر ديالي كل خطره اللي ولي كيهضر راه نمشي نوصلها انا داير بحال الشيخ الحمداوي كنوصل له الهضره شي حاجه ما كاين كلمة سعادة الرئيس وهي خصنا نوقفوا ونشوفوا الحل لهذا الشيء. الحل نمشيو ندقوا للجهات المعنية نمشيو ندقوا للعباد المعنية كيفاش كيديروا كاع الرؤساء وكيديروا الأعضاء. شيخ أنا أعرف. يمكن شي مرة كاين 40 مليون وعندهم 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 راه واد الحار مشكل ديال مدينه دوش هذا ماشي راه كيدافع عليها انا ولا دافع عليها انت انا ولا انا ولا هذا مشكل كيهمنا كامل راه المدينه ديالنا انا مش فاكر حنا حنا دابا كنقول راه الرجال وما الحار ما بغاش يديروا ما يمكنش اصاحبي ما يمكنش انا غادي نجيو الحار ولكن المزيد من النظام المزيد من النظام الاخ عطى اقتراح السيد عطى اقتراح انت عطيت اقتراح عطينا اقتراح اصاحبي انا معاك انا مش كاع تاع انا قلت له راس كاين 40 مليون ديما كاين موجوده لا اسمح لي سعدي لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي سعدي وانا كان حاضر اسمح لي سعدي لا دابا ديروا لنا اقتراح شنو هي غادي نكثر حتى داك الفكره الا كاين 40 مليون نمشي نشوف كل جهه نمشي ونسولهم يعاونونا نسولو نسولو يعاونونا اول وجهه مثلا الجماعه اللي غتوفر نمشيو نمشيو دابا درنا المتلمس بغيت هاد المتلمس تبعوه المديريه مثلا ديروش انا على راس الجنه نمشيو نديرو لي طاب نطلبو ديال الناس الناس الرئيس ديالنا حتى هو اللي كيتفى في القانون انا ما كنفهموش بحال في القانون انت اللي غتقول لنا فين تمشي سعاده الرئيس واخا بس بالنسبة لإعادة الإكالة كان البرنامج اللي كان في المعهد الأول بداية 2008
وراء الفيضان كان هو 8 الاحياء كانوا البرنامج. وقع لنا واحد المشكل بالنسبه للكروشي ديال انه الكروشي ديال الناس اللي داروا البلون دوميناجمون داروا فيه الغلط، كان وقع ديكالاج. ديكالاج ما يقدرش تخدم على واحد الطبقه ماشي هما اللي كاينين في البلون دوميناجمون. اذا كتب فينا بين الوداد بلاد علي بن بلاد موحد ومركز المدينه السعاده واحد السعاده جوج دخول السعاده يعني سبعه. لان هي مساله يعني كان مشكل تقني على مستوى التصميم التالي. ملي كدار اعاده الهيكله كدار على قاعده تصميم الهيكله، بمعنى ان كناخذوا ديك الطرفه باش نصوروا الطرفان وندوزوا الواد الحار والى اخره، كناخذوا بعين الاعتبار الطرفان اللي دارهم برون دوميناج. لذلك داروا سبعه الاحياء اللي داروا سبعه الاحياء بين الويدان ولاد علي كنسميوه بين الويدان حنا سيدي بن عيسى والشروق وهذا ولاد موحد والمركز. اذا على حساب على ما داخلش في المنطقه ديال المدينه الكروشي ديال الزوار غير هذيك غير ديك البلاصه ماشي غير الكروشي غير الكروشي ماشي هنا جيت غير الكروشي هو الكروشي اللي يعطي لي الحدود ديال الكروشي فين كاين المسجد مثلا الجديد داخل اي يعني طريق عين زورا وطريق عين زورا ما داخلش اذا كان فيه مشكل كان خارج مشكل ما شوفش مشكل هذا انا 2008 ولا 2009 ما تحلش المشكل هي وهذا كبير العاده ديال السكينه من ولا سينيزمو الى عقلت حتى المسجد باش تبنى راه ما تبناش على قاعده المنظمه راه تبنى على قاعده لان كان في الطريق الى راه بنينا قدمنا اعاده الهيكله لان دوزنا واحد الطريق باش غادي نديروا المسجد فهمتي يعني انه على قاعده اعاده الهيكله ماشي المنظمه فهمتي كروش العين زون اللي كنقول لك كروش العين غير ديك البلاصه ديال الكروات كان فيها مشكل لان كان واحد البارتي ما داخلاش كاع الكونغر ما يمكنش هما يديروا اعاده الهيكله في واحد البارتي اللي هي سي المهندس النظام ديالنا على هذه النقطه هذه كتشمل جميع احياء المدينه الاحياء المتبقيه احنا كنطلبوا باش الجامع يستفيد هادشي اللي درنا في الجامعة اسمح لي باينة راه إلا وقعت شي حاجة وجات شي مشروع بحال هاد الشكل هذا راه غادي تجبدوه حنا لا رسول باش نكونوا واضحين هادشي راه طرق لي حتى السي رشيد ما كنناضلش أنا مثلا غير على جهتي كنناضل على جميع شكون يديروا جميع الأحياء المتبقية لا سي حسن أبناهم كاملين السيد الرئيس الله يجازيك بخير هي السؤال اللي عطيتها هاد الرسالة هذه ملاحظة الاعضاء كيسمعوا والسلطه معنا والتقنيين الى اخره والصحافه. النقطه الثانيه قلت لك قبيله قلت له استراتيجيه ديال العمل. نعم. هو رساله واضحه جدا اما نبقاو في المراسلات شكون الذاكره عندنا واحد الحاجه دابا كاين واحد السيد العام في وزاره الداخليه الاختصاص ديالو ديال التقرير السريع كاين صوت لا لا دابا اسمحوا لي ان شاء الله أن هناك اتفاقية ثالثة للتأهيل الحضري لمدينة دريج نربيهم سيد الرئيس باش ما نطيحوش في نفس الغلط اللي طحنا فيه الاتفاقية التكميلية الشطر الثاني للتأهيل الحضري لمدينة دريج ديال 2017 اللي جاب بلونتي ديال الاتفاقية اتفاقية تكميلية التأهيل الحضري لمدينة دريج ونطيبو من ذاك كانت 10 مليار و 500 يمكن موقع ميري لا قلت شي حاجة واحد العدد ديال الشركاء إلا أنه
هذه الاتفاقية مشى في واحد المسار اللي ماشي هو هذاك، مشى في واحد المسار ديال إعادة تأهيل الشارع الرئيسي اللي مسمينو على واحد المقولة الشهيرة ديال الأستاذ محمد بوكو، قال لك الشارع ديال شيكي وليكي. دار 2020 اليوم كنشوفو مبقى شارع شيكي وليكي ولا والو، تم الإتلاف ديال داكشي اللي دار تما كلشي، واحد العدد ديال المليارات مشات هباء منبثق. هباء منبثق يعني ما بانتش، ما بانتش على المدينة. دوك الفلوس كان الأولى يتستغلوا في الأحياء ناقصة التجهيز، أحياء هامشية ديال المدينة تستفد منهم الساكنة اللي مازال ما استفدتش ديال الحضاري منذ 2009. هذا اللي دارها الدراسة لذاك الشارع، دار فيه سالية في الوسط كتعمر الماء، دار فيه الغازو، ما كنشوفو لا غازو لا والو، كنشوفو غير التراب والأوساخ. يعني الأمور واضحة، ما غاديش نغطيو الشمس بالغبار، الأمور واضحة جدا. وعلى إثرها تم استقالة 10 أعضاء آنذاك 2019، من بينهم أنا والسي حسن بولوالي موسى علي. يعني هنا كان احتجاج على يعني تنفيذ ديال ديك 10 مليار ديال تأهيل الحضارة. هنا خصنا نركزوا على الاتفاقية الثالثة، تكون اتفاقية تخص الأحياء المنعدمة من التجهيز. ما غاديش نقولوا ناقصة التجهيز، المنعدمة من التجهيز، لأن منعدمة فعلا ماشي كنهضروا على الملايين. أنا راه عايش في المدينة وعارفين المدينة شنو فيها. نجبدوا الأحياء يعني المنعدمة من هؤلاء المحامي ولا العلي بن حمو، ثلاثة ديال الدوائر ديالو وادي سلام مدينة راه ما فيهم حتى حاجة. لا مرافق، لا قدرون، لا تسجيل، لا حتى حاجة. يعني هاد السكينة هذه واش ما تستاهلش. وملي كنمشيو للواقع ديال هاد السكينة هذه، هي السكينة اللي عامرة ساكنة. هذا هما الأحياء اللي ساكنين، هذا هما اللي معمرين الدريوش. ملي دخلوا لوسط المدينة بين وادي سلام وذكرت راه 60 ولا 70% من المنازل خاوية. الناس ديال أوروبا ما عايشينش، كيعيشوا شهر في العام هنا، أما الناس اللي عايشة على دور العام ساكنة راه غاديين في الغيس. لا واضحة، لا قدروا، لا تسجيل، لا رغبة اجتماعية، لا أسواق. وبالنسبة للنقطة يعني اللي كنناقشوا حاليا هي ديال دور الحرب، أنا السيد الرئيس ضد يعني تقديم ملتمس، لأن الملتمس عينا منه. الملتمس واخا ديرو يعني ما كيجيب حتى حاجة بالنسبة للمجلس. أنا أقترح أننا نديرو اتفاقية ندخلو فيها وزارة الداخلية اللي هي الممول الرئيسي لدور الحرب المشروع، ندخلو فيها مجلس الجهة، ندخلوا فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء، ندخلوا فيها الجماعة ديال الدريوش، نهضر مع الشركاء، نديروا اتفاقية، نديروا المبلغ يعني المساهمة ديالنا، حتى واخا نمشي نهزو كريدي فيك، راه مشروع بحال هذا بحال هذا 10 مليون درهم كافية بالنسبة للمساهمة ديالنا حنا. مليار حنا حنا الحضاري ما غاديش يكلفنا أكثر من 7% ديال المليار. اللي هو المقطع اللي هو ملتمس وغير ملتمس، و
نديروا اتفاقيه اعداد اتفاقيه الشرق. غير هذه الاتفاقيه الشرق سي محمد ما نقدروش نتكلموا عليها حتى يجاوبونا بشحال تحيين اللي درنا لك تطلب الرساله ديال شهر 7/5 يحيينوا لينا قلنا راه غادي يخصكم 40-50-60 مليون ديال الذهب ونديروا التركيبه الماليه ترجع لينا الفيك وهذا يعطي لنا القيمه ونديروا الشهداء الاخرين. عاد الشهداء ما تقدرش تقول دير وحدك سمح لهم معاك هذه غادي يديروا الدوره ودوره نديروا اتفاقيه الشراكه ويعطوا الشركاء يحضروا معنا هنا ويقول لك واه انا داخل معك في هذا نكمل الكلام ديالك نديروا مليار ودي نقصنا هذاك المليار احنا كنطلبوا عندهم فكره تقدر باش نوجدوا هذه الاتفاقيه على ما تطبع الاتفاقيه ويجاوبوهما نديروا دور استثنائيه نجيو نصدقوا على الاتفاقيه. واش السؤال كيف القرار سي مصطفى؟ تفضل. الطلب اللي كانت الوزاره الداخليه ونجهزوا راسنا لاعداد الاتفاقيه ندوزوها في شهر 5 في الدوره باش نقدر نصدقها. من بعد منها عاد غتكون نمشيو للاتفاقيه الشرعيه. لان زاكي بن نيجر الشرعي غادي نقول لكم شنو وقع لنا في استاذ العطاء سويت لانها سالا لا يدع هما يا سي شرطه واحد الثاني عندك لائحه سي شرطه واش عندك لائحه ولا لا؟ لائحه ملتمس اذا كان لائحه القول وما تقرا عليك لائحه اللي تبغى تقرا عليك لا روح شفتي ولا شفتي كيف لائحه ملتمس اسي مصطفى ديروا لجنة اللي غتمشي تراف على الوضع الحالي يكونوا فيها أربعة أو خمسة الناس لازموا وماشي غادي يديروا اللائحة تخليوها للرئيس وتستناو يعيدوا حتى هما تعيدوا له نوقفوا على هذا الشيء كامل هذا الشيء هم الساكنة ديال المدينة ديروا اللائحة إلا ما دارش الرئيس ما التزمش وما وقفش حتى هنا غادي يهضروا علينا وغادي يهضروا واش السي محمد لله عليك واش دابا ضليتي انت يا رشيد ولا معي كاين شي تقول لك اجي تاخر ربع الوقت غنقول تسمحوا لي ما نجيش واش وقعت في الدائره السي علي؟ كيفاش؟ غادي تعيطوا لي تقولوا لي شي كذا الرئيس تخلي واحد الوقت حر نمشي لشي بلاصه نقول لك الناس اللي بعدوا لي ما نمشيش معاكم الناس ما غادي يكون الرئيس لا سي كتعرف ايوا علاش؟ سي الرئيس يدير وجنه يدير ولا غير انت ما عليك الا تعيط دير موعد موعد يكونوا معايا يكونوا معايا نوير نوير هما يمشي مع الرئيس نوير والرئيس لا 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 لا
يحب هذا لو تزيدوا فيها شي ممثل الامه شي برلماني ولا شي واش يكون موعد ويحضر معكم من الاحسن. دابا شحال من لجنه؟ خمسه هاد خمسه نقدروا نديروا واحد الاجتماع اما بعد حتى الجمعة اما تاني حيروا دار ليها جيب ياك نشتغلوا بعدا غير حنا كاجنا وديك الساعه ناخذوا القرار شكون اللي غادي نقدروا نضيفوا لان انت حضرتي معنا النهار اللي فات مزيان شحال ما تزادوا مزيان جزء من تصويت لان الوقت داهم داهم استاذ الخضر تصويت على الملك الناس اللي بغا يصوت فينا عاد واحد جوج سعدي ها مصطفى ثلاثة صافي اللي كنديروه دائما من انتماس بغا يصوت تصويت بين عام سبع سنين عندنا عندي لا تفضل سلام.